وسط الأوقات الصعبة وبينما بيوتنا ليست في الوضع الصحيح، كيف أحافظ على الرب في المرتبة الأولى؟ كيف يمكننا الاستمرار في الأوقات الصعبة أيضا؟ إن سفر حجي مليء بالتشجيع، وكلمة الحق آتية مباشرة من فم الرب. بالنسبة لهذه الأمور، في الحقيقة هناك أكثر من 20 مرجعا لمفهوم كلمة الرب في 38 آية في هذا السفر. يتطرق الأصحاح الأول إلى الحديث عن الباقية من الشعب الذين عادوا من السبي تحت الضغط في بابل. لقد اتخذوا قرارا بأن إعادة بناء بيوتهم كان أمرا أهم من بناء بيت الرب، فقد أخبرهم النبي حجي بأن لا تختلط أولوياتهم بأن يعطوا أهمية أكبر لراحتهم، وأن يكون هذا الأمر يعلو فوق الحاجة إلى طاعة الرب، وأن يكون هو الأول في حياتهم. في الوقت الذي بدأ فيه إعادة البناء كان الناس في احتياج مستمر للتشجيع لإتمام العمل العظيم، بينما كانت كلمة النبي حجي تصور خدمة الله المليئة بالنعمة من خلال نبيه تجاه البقية من مختاريه. كان يسندهم ويقويهم ويحملهم على منكبيه. الكلمة الأساسية للنبي حجي من الرب هي: روحي قائم في وسطكم فلا تخافوا. إن هذه لكلمة حسنة وجيدة.